مرحبا أخي الصحفي، ممكن تفيق شوي؟ يلا صح صحو. شو في؟ اسمع يا أخي، أنا بدي تعملوا معي لقاء صحفي، في عندي معلومات غير شكل، والله إذا بحكيها بتهز الأرض، صدقني مهمة كتير. عن جد كتير مهمة؟ مو بس مهمة يا أخي، صدقني رح تهز الأرض. بس هو أنت سيد المعلمين، هيك معلومات مهمة بتكون غالية، وما في شي ببلاش هلا، كل شي بمصاري. ايه فهمت عليك، مو مشكلة. ماشي، رح احكي مع المدير واخذ موافقته ومنعمل معك اللقاء. ايه ماشي، خذ راحتك، انا ماني رايح على اي مكان، عم استنى خبر منك. يلا يعطيكم العافية. الله يعافيك أرين. شو هذا؟ فكرة يحتال علينا غبي. يلا نيفين بشوفك بعدين. انتوا رايحين فورا؟ لازم نرفع القضية بأسرع وقت. اي كتير منيح، ان شاء الله موفقين يا صبايا. امين ان شاء الله. يلا سهيلة يلا. اختي انتي رايحة؟ كلي لك كم لقمة بالاول. لا ما فيني لانه مستعجلين كتير. هاتيون انا باكلون. لا تمدي ايدك هالاكل لاختي وبس. خلص بس نرجع. شوفي وليه هاي لحمة، اعطيني لشو بابا. برافو عليكي، شغلي طيبة كتير، تسلمي ايديكي. بس لو انك جايبة معها شي كاسة لبن ايران لكانت غير شكل. شو عطيتيه الدواء؟ صار لي من امبارح عم حاول. لهلأ ما قدرتي تعملي هالشغلة الصغيرة؟ اعمليها أنتي. أصلاً أنا رح أعملها. ناصبين خيام حضرة الضابط وعددهم كبير، شو منعمل؟ بدك يانا نتحرك؟ مفهوم، تحت أمرك سيدي.